طيب اتكلم معاك على ماتش بكره شويه. تمام. خطوه اولى في مشوار البحث عن العشره، اول سلمه ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله، ان شاء الله لغايه لما نوصل للتتويج. ايه اللي تخاف منه في ماتش سوني داب؟ يعني اللي تعمل حسابه في ماتش بكره. هو عاده ان احنا بنعمل ماتشاتنا كلها ليها حساب في النادي الاهلي عاده، حتى في الفتره اللي انا بلعب فيها كان دائما وابدا بنعمل حساب الجزئيه. وانا برضو في الدرجه الاولى اشتغلت فتره كده مع الكابتن زيزو. ايوه. كمدرب مساعد كان معنا الكابتن عظيمه، نفس الكلام ونفس الاهتمام، حتى واحنا مدربين باي مباراه ايا كانت حتى لو تبدو سهله. نيجي لمباراه بكره دي لها ظروف خاصه طبعا، احنا بنفقد طبعا ثلاثه من اهم لاعبتنا، بالاضافه طبعا لمستر بيتسو طبعا. أيوه. لظروف الكورونا، واتفاجئنا طبعا ان في ثلاث لعيبه جديد. هو الاهم فيهم طبعا ظاهريا انما الاهلي طبعا بمن حضر مجدي قفشه. مجدي قفشه اللي تحس ان هو ملوش بديل في النادي الاهلي. هو البلاي ميكر الوحيد اللي بيأدي في المركز ده بشكل جيد. أيوه. او بشكل متميز. أيوه. وطبعا اعتقد تصوري الشخصي يعني طبعا ما نقفش طبعا تقول عمرو السولية. ولكن الحاله الجيده اللي فيها حمدي فتحي وفيها اليو ديانج دي طبعا ما يعني ما تاثرش بنسبه كبيره قوي يعني بالنسبه لنا ده. بالنسبه رامي ربيعه طبعا اعتقد ان برده رامي ربيعه تقل كبير وكل حاجه، ولكن الحمد لله عندنا برده البديل الجيد اللي شغالين بشكل كويس. أيوه. وشايف فيها ثبات بدر بنون وايمن اشرف بيلعبوا بشكل كبير في الجزئيه دي. ولكن مجدي قفشه حس ان انت بكره مجبر ان انت تغير طريقتك. اعتقد ان مش هنلاقي البلاي لو كان ناصر طبعا. يعني سلامتك الف سلامه. طبعا ناصر عنده مشكله في كتفه، اعتقد هيغيب شهرين عن الملاعب، بس لو ناصر كان موجود كان بالظبط كان ممكن. بالظبط ناصر ماهر كمان كان ممكن لو موجود، ولكن اصابته طبعا دي بعدته شويه طبعا، وبعدته طبعا لفتره. ان شاء الله يرجع سليم وعافى باذن الله. ان شاء الله باذن الله. فهنضطر ان احنا اعتقد تصوري الشخصي بكره انه ممكن يلعب بثلاثه في نص الملعب. ثلاثه ممكن يضيف عليهم طبعا في حمدي فتحي اليو ديانج. اعتقد تصوري الشخصي انه ممكن يبدا باكرم توفيق. اكرم توفيق يلعب بثلاثه، والثلاثه اللي قدام شايف ان ممكن بشكل كبير جدا الاوراب جيرالدو وطبعا محمد شريف وكهربا هما اللي في الفترة اللي فاتت دي فايقين، ومعاه بديل جيد طبعا طاهر محمد طاهر. كل التدعيمات اللي رجعت للنادي الاهلي ان كانت اعارة ورجعت للنادي الاهلي اعتقد ان هي دعمتنا بشكل كويس، خلت الدكة عندنا قوية. يعني الدكة جامدة ان انت حتى عندك بدايل بشكل كبير جدا، ودخل برضو سعد سمير يعني عودة حميدة ان شاء الله بشكل كويس، ودخل طبعا في مجموعة ال 21 اللي سافروا. شايف ظاهريا ان شاء الله ومنطقيا ان النادي الاهلي هيتفوق بكرة ونكسب مكسب كويس ان شاء الله، نرجع بيه للقاهرة نلعب بشكل باريحيه اكتر. لما بتكون فرقه ما عندهاش حاجه تخسرها يعني وبتلعب الاهلي وفي بدايه بطوله زي بطوله دوري الابطال وعلى ملعبها، حاجه برضو بيتعمل لها حساب ولا الاهلي ما بتفرقش معاه اسم المنافس والمكان اللي بيلعب فيه؟ النادي الاهلي دائما وابدا ما بتفرقش مع المنافس. سوني ديب ده فرقه لسه ما يعني مش معروفه طبعا، ما لهاش تاريخ اي تاريخ تقريبا في بطولات افريقيا كلها، بطل كبطل للنيجر. ولكن النادي الاهلي دائما وابدا بنلعب باهتمام بشكل كبير جدا ان احنا بنحترم المنافس قوي، وبناء عليه انت بتلعب بـ 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 بالشكل اللي يرضيك انت ويرضي جماهير النادي الاهلي. دي طبعا حاجه كويسه بالنسبه لنا. واتمنى ان شاء الله النادي الاهلي ان شاء الله بكره يكسب مكسب كويس. انتوا لعبت في افريقيا 93؟ لعبنا 93 في افريقيا. وانا صدفه حتى كانت اول مباراه ليا ما لعبتش محلي في النادي الاهلي. انت ابتديت افريقيا على طول؟ ابتديت كان بتدخل بعض فتره الاعداد على دور الثمانيه. على ما اذكر لعبت ماتش المريخ السوداني في ام درمان. وكان في واقعه برضو يعني كانت شهيره قوي في الفتره دي لما جه ألان هاريس الانجليزي وكان ماسك مسؤول على حراس قدر الفنيه. كنا بنلعب 4-4-2. ايوه. لاربع مدافعين اللي كل العالم دلوقتي بيلعب بيها. بص احنا بنتكلم في ايه؟ 93. أيوه. لعبنا من 27 سنة. كنا بنلعب بالطريقه دي. أيوه. وحصل هجوم شرس عليه. كنا بنلعب انا وعلاء عبد الصادق وابراهيم حسن ومحمد يوسف كاربعه مدافعين على خط واحد، ورحنا لعبنا بيها ماتش المريخ السوداني في السودان. وكسبنا هناك 2-1. هادي خشبه جاب جول، واعتقد ايمن شوقي سجل الهدف الثاني. ايوه. كنا بنلعب بنفس الطريقه دي، وهنا كسبنا 5 هنا تقريبا، وهنا بالظبط كسبنا 5-1. نتائج كانت كبيره جدا، طريقه هجوميه كان في شراسه غير عاديه في هجوم النادي الاهلي، محمد رمضان وايمن شوقي وحسام حسن. ايوه. كنا كل مباراه التريو ده كان مكسر، لازم اتنين يسجلوا لازم. فكنا في الفتره دي بادئين حتى بشكل جيد قوي. فلعبت فاكر المباراه دي كانت اول مباراه ليا افريقيا. وتوجنا في الاخر كسبنا افريكا سبورت، اتعادلنا 1-1 في ابيجان، وكسبنا 1-0 هنا بهدف عادل عبد الرحمن جاليليو صح هناك بالظبط. عادل عبد الرحمن بالظبط. عبد الجليل سجل لنا الهدف هناك وعادل عبد الرحمن هنا. وكانت من احسن البطولات طبعا اللي خدناها في النادي الاهلي، وكانت مباراه بطوله كبيره.